المنتظة حاليا للكرمل، انطلاقة ممتازة جميلة لكن تدخل الدفاع ينقل على الجهة اليسرى، التسديد جول 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 جول. الكرمل يسجل، الكرمل يتقدم، الكرمل عن طريق تسديدة من اليسار على يمين الحارس أيهم الزانين. يقطع فريق الكرمل بشكل ممتاز حاليا، انطلاقة بكرة مرتدة، افتكاك من دفاعات فريق طبعا أبناء القدس حاليا، ملعوبة خطيرة خطيرة خطيرة. يا سلام 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 عليك يا سلام عليك يا لعيب يا إسماعيل يجبور، يا لعيب يا إسماعيل يجبور. ولكن شوف أسيد حمادي، يا سلام عليك يا أسيد، يا لعيب يا أسيد، قطع الكرة، قطع الكرة من لاعب فريق اللي هو أبناء القدس. شوف كيف سجلها اللاعب المميز اللي هو إسماعيل جبور، إسماعيل جبور، إسماعيل يا سلام، بيلعب على الجهة اليسرى، هذه خطيرة، هذه حلوة حلوة حلوة، ملعوبة حاليا داخل المنطقة، تبقى خطيرة. جول 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 جول. حارث حارث يسجل الهدف الثالث للكرمل. لمصلحة حسام زيادة على ما يبدو لأبناء القدس حاليا، ركلة جزاء، حسام 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 سجلها حسام، يعرقل او يسجل هدف الابناء الاول. حسام زيادة في ارضية الميدان، لاعب الخبرة، اللاعب صاحب التاريخ الكبير حسام زيادة. يستعيد فريق الكرمل مرة اخرى، ملعوبة في الامام حاليا، نور ابو ماضي، انطلاقة لمصلحة الكرمل، لحقها ولا لحقها، ملعوبة يمر بشكل ممتاز، يمرر، يا سلام للكرمل، يا عيني، يا سلام على الجمال، يا سلام على الحلاوة، يا سلام يا سلام يا سلام على الدلال، يا سلام يا سلام يا سلام يا كرمل، يا سلام على الكرة، ويا سلام على الجمال، ويا سلام يا اسماعيل يا جبور، يا سلام.